نفس تاريخ الأراء بكل شيء تم مكتوب. وعطينا السيدة خاطر كلف لي كلفت هذا الاعتقاد ديالي انها واحد النطقه اللي في محلها وفي محلها بزاف. حنا ما صلحناش غير قاعه المقاطعه، يمكن لكم تجيو المقاطعه. انا باعك تشكرين المهمه شي من الدرجه الثالثه، جينا ندافعوا حسن 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 على اساس اننا نحن ماشي مواطنين، يعني احنا ما نعرف منين كاينين. ومشى لمرحلة جديدة اللي هي الدستور ديال 2011 واللي جاب مبادئ جديدة، كيهضر على التدبير الحر، كيهضر على مبدأ ديال التفريع، كيهضر على وكيوسع بالاختصاصات ديال المجالس المنتخبة. I'm going to get it.